أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن مجموعة من الشباب من إحدى الدول العربية نقيم بهذه البلاد المباركة. نحن مجموعة من الشباب من إحدى الدول العربية نقيم في هذه البلاد المباركة، ونظرا لما قد يعرض لبعضنا من مصائب مالية ونحوها، فقد اقترح بعضنا عمل تكافل، بمعنى أن كل واحد منا عمل تكافل. تكافل؟ أي نعم. بمعنى أن كل واحد منا يدفع مبلغا بصفة شهرية، ومن أصابه شيء من هذه النوائب يدفع له من هذا التكافل، فما حكم هذه الصورة؟ على أنه صدقة وتبرع طيب، لا بس يدفع له على أنه صدقة تبرع، هذا شيء طيب. تعاون، هذا من التعاون، تجمعون مال وتساعدون المحتاج منكم. نعم.